التواصل مستمر مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام لياتي شوط جديد من اشواطنا في هذا الصباح مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، حيث انطلق سابع الاشواط والشوط السابع الخاص ايضا بالابكار الحجايج من فئة الانتاج والمنتجين. على بركة الله نسير ونتعرف على الصدارة الاولى لنجد هناك روعة للسهيل بن مبارك برميلة العامرية تقدم على المركز الاول وصدارة هذا الشوط مقدما لنا هذا الاسم واسم روعة هي في الصدارة هي في المركز الاول، بينما اللي في المركز الثاني هناك الوصول في ثاني المراكز من خلال هذا التواجد ومن خلال ايضا اسم مواري احمد بن سعيد بن منانة يتقدم على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هذه هي غلا عامر بن مصبح بن حويرب المنصور القادم من ميدان الوثبة للمشاركة في هذا الشوط، يأتي أيضا على المركز الثالث المركز الرابع الوصول من شعار عابر بخلفان الهاملي يتقدم أيضا من خلال الشعار والوصول اللي بدأ يغير من مركز إلى آخر ويصل من خلال تواجد أيضا اللي هي وصلت فتنة عابر بخلفان بن محمد الهاملي والدخول الآخر أيضا في هذا الشوط وتحديات هذه القادمة أوتار غانم بن سهيل بن مبارك الكتبي يقدم لنا اوتار في هذا الشوط ما شاء الله، شوط ايضا يحمل اسماء قويه، شوط يحمل ايضا شعارات مثيره في ختامي المرموم، ايضا يتواجد ابناء القبائل في ثاني ايام هذا المهرجان. نستكمل الارقام، الوصول على المركز الثامن والقادمة هناك مراسي حمد بن سهيل بن حمرور العامري يتقدم بأحد الأسماء القوية والعملاقة، بينما الوصول الآخر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام والقادمة في هذا الشوط هذه هي بلشل محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري، وأيضا دخول من شعار بن رشيد وصل مع اشتعال أحمد وسلطان بن رشيد السويدي. هذه النتيجة، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة الأولى إلى المقدمة الأولى ما شاء الله، هذه هي أيضا روعة. سهيل بن مبارك برميلة العامري يقدم لنا روعة على الصدارة على المركز الأول والمقدمة الأولى، بينما المركز الثاني ثاني المراكز هناك أيضا دخولها جميل أداها متميز ما يبنى لها طاري. اللي في المركز الثاني المركز الثالث عامر بن مصبح بن حوير بن المنصوري يتقدم في ثالث المراكز، ولكن هنا القادمة مشاهدين الأعزاء هذه هي الشاهينية عوض بن سعيد بن عبيد أيضا الكتبي اللي بدأ يغير إلى الصدارة، والوصول هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام من الظبي حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري، وأيضا شعار بن رشيد وصل أحمد وسلطان بن رشيد يتقدم الخطير مع اشتعال بدأ يشعل أيضا حرارة هذا الشوط من خلال تواجد هذا الشعار وإنجاز، ولكن نعود إلى المقدمة إلى الصدارة الأولى إلى المركز الأول، هذه اللي في الصدارة هذه اللي في المركز الأول وفي المقدمة الأولى تقدم أداء متميز اللي الشاهينية عوض بن سعيد بن عبيد الكتبي يتقدم أيضا على المركز الأول، المركز الثاني غلا عامر بن مصبح بن حويرب المنصوري المنصوري على ثاني المراكز اشتعال تأتي بالمركز الثالث يتقدم أحمد وسلطان بن رشيد يا سلام. المركز الرابع المركز الرابع هذه ناصية محمد بن سعيد بن حمد الدرعي وصل يقدم لنا ايضا ناصية من الزاوية الاخرى يتقدم من خلال هذا الاسم، وايضا دخول جديد وممتاز هناك من شعار بن منانة اللي يتقدم مع مواري احمد بن سعيد بن منانة الكتبي وصل في هذه اللحظات، وهناك ايضا اللي هي غبة حمد بن سيف بن فالح بن راشد الشامسي يتواجد ايضا بدخوله المميز، وهنا شعار بالعوضي هيام احمد بن محمد بالعوضي يتقدم مع هذا الاسم وياتي مع هذه الانطلاقه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في هذا الاداء المتميز والجميل ما شاء الله وتبارك الله، غيرت الصداره والمركز الاول ما شاء الله. هذه هي ناصيه محمد بن سعيد بن حمد الدرعي 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 الى مصانع الجنوب الى القوع الى القوع سلاله المختبر سلالة المختبر تؤكد هذه الانطلاقة
الفريق تؤكد هذه الاندفاع. ناصية ناصية على المركز الاول على الصدارة الاولى محمد بن سعيد بن حمد الدرعي، ولكن شوف القدوم شوف الوصول مواصيل نايف بن سالم بن حامد الوهيبي، وصلوا ابناء منجم السبق ابناء الابيض. تهانينا لابناء الابيض اللي غيروا موازين هذا الشوط. سلام الى الابيض سلام. مع ايضا المركز الاول مواصيل نايف بن سالم بن حامد الوهيبي، المركز الثاني وصلت فيه ناصية محمد بن سعيد بن حمد الدرع، المركز الثالث وصول في ثالث المراكز هذه هي لهبيبة طرشوم بن صالح بن طرشوم العامري، والمركز الرابع هناك دخول من سلهودة عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الغفلي، والمركز الخامس كان الدخول جماعي. تهانينا والناموس على هذا الفوز مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام. اذا هنا ايضا تاتي بهذا الشوط وتنتزع هنا مشاهدين الاعزاء مواصيل نايف بن سالم بن حامد الوهيبي. 5 دقائق 51 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني ناصية ب5 دقائق 51 ثانية ايضا 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك ناصية لمحمد بن سعيد بن حمد الدرعي. بينما المركز الثالث كان الدخول جميلا من خلال 5 دقائق 53 ثانية 4 أجزاء من الثانية. شعار ايضا طرشوم بن صالح العامري على هذا الفوز، او طرشوم بن صالح بن طرشوم العامري مع الهبيبة. تهانينا والناموس للجميع. شاهدينا الكرام.